السلام عليكم البنات، ان شاء الله اليوم غادي نخدم معكم هذه الحلوه ديال اللوز اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا نعطيكم مقادير ديال كيلو ديال اللوز اللي تنطحنوه مع 500 غرام ديال السكر سنيده، ودرت فيها هنا معلقه ديال الفاني. راه حتى بديتها وقلت نشاركها معكم علاش لا، وتديروا معلقه ديال الفاني كبيره، الفاني يكون مزيان. ونحتاج نص معلقه ديال المسكه اللي دقاها مع السكر سنيده، ونحتاج حبه واحده ديال البيض والزبدة على حسب الخليط، نشوفوا اللوز واش ميدم ولا لا. اول حاجه انا درت هنايا الفاني، غادي ندير المسكه بالنسبه، هذا هو القياس الراس ديال المعلقه تاع المسكه حره، وحبه ديال البيض، وغندير الزبده اللي ذوبتها وحيدت منها داك الحليب اللي فيها. ندير ثلاثة د المعالق كبار، وغادي نجيب ماء الزهر حتى هو، وغادي ندير جوج معالق ديال ماء الزهر، جوج معالق كبار، وتيبقى على حسب اللوز. الا كان ناشف راكم تتزيدوا ماء الزهر وتتزيدوا الزبده. انا غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان، نخلطهم مزيان ونعاود نتلاقى معاكم. هانتوما البنات، انا جمعتو مزيان تيولي هكا معلك كيف ما تتشوفوا، ضروري يولي هكا معلك. راني زدتو الماء الزهر وزدتو الزبده، ولكن نتوما على حسب اللوز اللي عندكم واش يشرب ولا لا. غادي نحتاج في هذه العقده هذه غنحتاج هنا الكنافه، عندي الكنافه او القطايف، غادي ناخذهم دابا وغادي نحلهم وغادي نوريكم كيف غادي ندير. هانتوما خليكم معايا. هانتوما البنات كيف ما تتشوفوا، انا خد هذه الكنافه نديرها هنا في هذا البانيو، ونحاول نبقى نحلها بحال هكا نتوما كيف ما تتشوفوا، نحلها كامله حتى تولي لي كلها خويطات نتوما بحال هكا. نعطيوها الخاطر نتوما كيف ما تتشوفوا، صافي غنبقى معاها هكا حتى نحلها. وغادي ندهن هنا بالخليط ديال الزيت والزبده، انا حتى نحلها ونعاود نتلاقى معكم. كيف ما تتشوفوا انا حليتها بحال هكا، خاصها تكون مفركه، تكون محلوله مزيان، ما تخليوهاش مجموعه، حيت راه فاش نشريوها فتكون بحال هكا. شتو حنا ضروري خصنا نحلو هاد الباكيره، فيها 500 غرام، فيها نص كيلو، هانتوما بحال هكايا. وغادي ناخد ضروري دهنوها مزيان بالزبده والزيت، ديروا كميه كثيره بحال هكا. وغادي نلبس هاد الكنافه، غنلبسها مزيان بالزبده والزيت. بالنسبه للزبده والزيت عينكم ميزانكم، مهم دهنوها مزيان وصافي، ما كاين زعما شي عبار لي محدد. هانتوما البنات شتو، هيا دهنتها كامله، لبستها كلها بالزيت والزبده. غادي نحتاجو هاد المول ديال السيليكون ضروري خاص بالفران، ضروري من هاد المول هذا. الا عندكم شي شكل اخر يكون مربع ولا هذا، ولكن في هذا تتجي افضل. ونحتاجو العقده اللي وجدنا من قبل كيف ما تتشوفوا، انا اخد القياس ديالي بحال هكا تاع المول ضروري بحال هكا، ندير حبه ونضغط عليها باش نعرف القياس، وغتمشيو على هاد العبار هذا. نبدا نكور وغادي نحط هنا حتى نكمل هاد الكميه كامله نكورها، وعاد من بعد نوريكم شنو غادي نخدموا هنايا البنات. من بعد ما هادي دهنتها بالزبده والزيت والعقده ديالي كورتها، غادي كما قلت لكم ضروري من السيليكون، غتبقاو تاخذوا شويه ديال الكنافه هانتوما كيف ما تتشوفوا بحال هاد القياس هذا، وغنفرشوه هنايا لتحت غير شويه، نبقى غادا هكا حتى نفرشهم. انتما راه كميه قليله اللي تندير لتحت، ما تنكثرش بزاف، هنا لتحت ديروا غير شويه. بالنسبه للبنات اللي ما عندوش الكنافه، اللي ما متواجداش عنده في المنطقه ديالو، يمكن له يدير باط فيلو تيجيبها ويدوزها في الماكينه ديال السباكيتي في الجهه الرقيقه، طحنوها مزيان تتخرج رقيقه بحال الخيوط. وما بحق ما تديروهاش بحال الطريقه هذه، ما تدهنوهاش بحال هكا، فاش تطحنوها تديروها في ميكا وتبقاو ديروا غير شويه حتى هي لتحت، وتديروه غير شويه ديال الزبده هكا من الفوق، ما تتعمروهاش بالزبده والزيت بحال هادي. الكنافه لا، هادي ضروري خصها تشبع
ميدام، ضروري خصها تكون ميدمه باش تجينا مقرمشه. صافي انا نبقى هكا حتى نعمر هذا السيليكون هكايا كامل لتحت ونعاود نتلاقى معاكم. ها انتم البنات كيف ما تتشوفوا، من بعد ما عمرته كامل كنقرب لكم باش تشوفوا بحال هكا يتعمروه. غادي ناخذ دابا الكويرات ديال العقده ديالي اللي عبرتهم، ضروري تعبروهم، وغادي نبقى نوضعهم بحال هكا. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا، نمشي بحال هكا. هاد الحلوه راه تجي غزاله البنات. وغادي نبدا نضغط بحال هكا ثم كيف ما تتشوفوا، ندير لها بحال هكا ليسيها مزيان باش تجيني مقاده. تنكملهم حتى هما كاملين. تسمحوا لي راه تنزرب دابا انا ولفتها، نتوما عطيوها الخاطر غير بشويه. وضروري البنات من السيليكون. هانتوما كيفما تتشوفو، دابا غادي نبقى نقادها بحال هكا، منخليش هاد الشقات هادو، ضروري تجيني مقادة العقدة مزيان على حسب الدورة تاع المول اللي عندي. هانتوما كيفما تتشوفو، صافي البنات هانتوما كيفما تتشوفو، أنا قديتها. دابا غادي نبقى ناخد عاوتاني الكنافه ديالي، ضروري تحلوها فوق ما حيت هي دغيا تتجمع، ضروري تحلوها بحال هكا. ونبقى ناخدها بحال هكا، وناخد الكميه كبر من اللي درت لتحت، وغادي نحطها كعشوائيه من الفوق. نتوما كيف ما تتشوفوا، نحاول نجمع لها هكا الجناب ونحطها كعشوائيه. عاوتاني نعاود حداكم واحده اخرى، نتوما ضروري ديروها محلوله باش ملي نديروا لها العسل يلقى العسل فين يدخل. نتوما بحال هكا نحلها ونجمعها هكا، نجمع لها الجناب. نتوما بحال هكا بحال هكا، نتوما كيف ما تتشوفوا ديروها فوق من الدوره ديال العقده. الدوره ديال العقده نيشان تحطوها فوق منها وتجمعوها وتخليوها هكا عاليه. نتوما كيفما تتشوفوا شتو على هذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره انا حتى نكملها ونعاود نتلاقى معاكم. ها نتوما البنات انا كملتها، غادي نديرها دابا في لاطه ديال الفران، وغادي ندخلها للفران يكون الفران مهيل، وغنديرها من الفوق، وغادي نخليها حتى طيب. ملي نشوفها بدات تذهب من هنا من الجناب ديالها بدات تذهب، غادي نهبطها لتحت تحمر من الوجه ديالها، وغنخرجها وعاد نسقيها بالعسل، تتكون العسل موجدين قبل بيومين ولا هذا يكون بارد، وعاد ديك الساعه نكمل معكم ان شاء الله زين ديالها. دابا غادي ندخلها للفران على عافيه مهيله حتى نحس بها تحمرات كيف ما قلت لكم وطابت، ونفاش نبغي نعسلها نعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. انا نبقى هكا مستمره حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي. ها انتم البنات انا من بعد ما خرجتها من الفران، انتم كيف ما تتشوفوا هذا هو اللون اللي خصها تاخذ، تكون هكا مذهبه حيت باقي اللون غيزيد العسل غيعطيها اللون. ها انتم بحال هكا جبدوها من الفران تلقاوها تحمرات من الجناب، عرفوها بان راها طايبه مزيان، ما تخليوهاش طيب بزاف باش ما تقصح لكمش من التحت. صافي دابا غادي نبدا نعسلها، انتم خليكم معايا. دابا غادي نبدا نعسلها، بالنسبه للعسل خصو يكون ثقيل وبارد، انتم يكون ثقيل. صافي غادي نبقى نهز تقريبا معلقه، وغادي نبدا نعسلها وهي سخونه بحال هكا بهذه الطريقه هذه، باش تشرب لنا هذيك الكنافه تشرب لنا العسل. غنبقى غاده بحال هكا، نتوما ما تتعسلوا راه عينكم ميزانكم، واللي ما تيبغيش العسل بزاف
يدير غير قياسه، ولكن ضروري هي خصها العسل. هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديالها. ثم كما تشوفون العبقره ما تنديرهاش عامره بزاف، كنحاول نهز الفوق بحال هكايا. صافي البنات، غنبقى مستمره معاهم كاملين حتى نعسلها كلها، نعطيوها حقها في العسل، حيت راكم عارفين ديك الكنافه راه ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها لا سكر لا حتى شي حاجه، كيف ما جبناها يلا درنا لها الزبده والزيت ضروري خصها تعسل باش يجي المذاق ديالها هو هذاك. واللي كيف ما قلت لكم اللي ما تيقدرش على الحلاوه بزاف يمكن له ينقص. انتم راه ما حدكم انتم تتسقيوها بالعسل، وهي العسل تيهبط لتحت كيف ما شفتوا تتشرب هي دغيا العسل، وداك الفائض اللي تيبقى ديال العسل راه فاش تجبدوها من السيليكون راه تيبقى لكم داك الفائض لتحت، هي راه تتشرب غير القياس ديالها، ما غاديش تهز كتر من القياس. كيف ما نتوما معلقه تنديرها في السطحه غير حيت عندي العسل ثقيل تيبان لكم بالله راه كثير، داكشي باش قلت لكم العسل يكون ثقيل. اما الا كان داك العسل الجارير ما غاديش تجيكم عاقده، وديك الكنافه ما غاديش تلصق لكم مع العقده، داكشي باش قلت لكم العسل يكون ثقيل. راه واخا تنحيدوها من المول ديال السيليكون ديالها تتبقى شاده، ما تطيرش الكنافه الفوق وتتقى العقده بوحدها، تتبقى بحال شكل درتي لها الكولا تتبقى لاصقه. هذا هو الدور ديال العسل، خصو يكون ثقيل ما يلاقلهاش عسل جاري. انتما كما تتشوفوا معلقه ديال الحريره تندير في كل وحده، ما تعمروهاش، اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف ما يعمرهاش، ويدير معلقه كاع صغيره اللي ما تيقدرش على الحلاوه. وكيف ما قلت لكم سمحوا لي، كيف ما قلت لكم ضروري من العسل يكون ثقيل. صافي هكا غادي نكملها كامله، وغادي نخليها حتى تشرب ليا داك العسل ونشوفوا بانها هبط كامل لتحت، وغادي نحيدها من المول ديال السيليكون. هيا نخليها تتشرب وغنشارك معكم كيف غادي ندير نحيدها من المول ديال السيليكون. ها نتوما البنات، هيا من بعد ما شربات لي العسل نتوما كيف ما تتشوفوا غادي نبدا نحيدها، غنبقى نديرها هنا في الكويقطات كيف ما تتشوفوا بحال هكا، نحلهم ونوجدهم. وعندي هنايا البيستاج نتوما كيف ما تتشوفوا، هو حطيتو كونكاسي. بالنسبه للطريقه ديال الكونكاسي راني مصايبه لكم بكاوكاو، وبنفس الطريقه ديروها باللوز او بالبيستاج اللي عندكم، الحاجه اللي عندكم. هذه مرتبغاتها بالبيستاج، هانتوما كما تتشوفوا تنهزها بحال هكا، هانتوما هذا هو اللون ديالها بحال هكا تتجي، وتنديرها هكا في الكويغطات على هذا الشكل هكا. هانتوما شوفوا كيف تتجي، وتنزوقها هكا من الفوق بالبيستاج. هانتوما هذا هو الشكل ديالها هكا تتجي، تيجي الشكل ديالها راقي. وراه هذا راه ما تيطيرلهاش مع العسل، فاش تخليه حتى تبرد مزيان وتشرب العسل راه تتلصق فيها، ماشي تقولوا لي راه غادي يطير لها. صافي وغنبدا نحطها هكايا حتى نكمل السيليكون اللي عندي كامل. نتوما كيف ما تشوفوا انا راه حتى نكملها كامله في الكوغطات، ونغسل يدي عادي يمكن لي نبقى نديرها البيستاج. انا غير وريت لكم باش تشوفوا الطريقه كيف تندير. دابا نحيدهم كلهم ونديرهم في الكوغطات ونعاود نتلاقى معاكم. هانتوما البنات، انا من بعد ما درتها في الكويغطات غنبقى ناخذ البيستاج ديالي. كيف ما يمكن لكم ديروا اللوز كونكاسي وديروا له الملون بالنكهه ديال البيستاج، وتعاودوا تدخلوه للفرن حتى ينشف وتزينوا به، حتى هو غتعطي نفس النتيجه الا ما كانش البيستاج. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تعوضوا هاد ورق ديال، تعوضوا زعما بورق ديال الفيلو عوض الكنافه، اللي ما عندوش الكنافه حتى ورق الفيلو حتى هو راه تيعطي نفس النتيجه، وتيجي حتى هو مقرمش وزوين. هذا هو الشكل النهائي ديالها نتوما كيف ما تتشوفوا بحال هكا. نبقى غدا معاها هي راه تتبغي العسل، ما نديروش فيها داك القطر ضروري خصها العسل. كلها غدا معاها هكايا، ونخليها حتى تبرد ونجمعها. بالنسبه لطريقه هاد الاحتفاظ ديالي اللي غيسولني، تديروها في المجمد، تديروها في بواطه وتفرقوا كل طبقه بوحدها. ولكن فاش بغيتوا ديروها في المجمد ما غديرولهاش هاد الزين هذا ديال البيستاج او اللوز ولا اي حاجه بغيتي ديريها فيها في التزيين، ما ديروهاش فيها حتى تبغيوها
عادي يمكن لكم تجبدوها وتزينوها. اما فاش بغاو تحتفظوا بها هي هكا معسله، وغادي ديروها في بواطه، ديروا طبقه ديال الكنافه وبلاستيكه، طبقه ديال الكنافه وبلاستيكه، وتحتفظوا بها بالمجمد. راه تتبقى مده طويله ما تيوقع لها حتى شي حاجه، وحتى بلا مجمد راح تتبقى مقرمشه لمده ديال 15 يوم او اكثر على حسب البروده. واش ما كاينش عندكم في الدار ما تيطرى لها حتى شي حاجه، والمذاق ديالها تيجي كيف ما قلت لكم زوين، مذاق ديال الزهر مع الفاني والمسكه، حلوه اللي راقيه وهميه. نتمنى انها تعجبكم. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيف تيجي، تجي على هذا الشكل، هذا تجي غزاله لا في الشكل ولا في المذاق. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه اللي غيسولني على الثمن ديالها، بالنسبه الى خدمتوها باللوز وزينتوها هكا بالبيستاج، 170 درهم الكيلو باش تتباع، 170 درهم الكيلو. وبالنسبه اللي غيسولني الكيلو شحال فيه من حبه، فيه 30 حبه، 28 حتى 30، حيت راها كبيره انتما كيف ما تشوفوا كبيره وهزه اللوز. انتما شو تجي كبيره، هذا هو الشكل ديالها. الكيلو فيه تقريبا 30 حبة، 28 حتى 30 حبة. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. والثمن 170 درهم، درتوها غاب اللوز وزينتوها غاب اللوز، 150 درهم الكيلو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناة ودعموني بلي لايك، ولا كانوا تعجبكم بحال هاد الفيديوهات خليوهم لي في لي كومونتير، ان شاء الله نبقى نشارك معاكم الا كان عندي بحال هكا شي كومونت. يلاه البنات ما تنساوش اللايكات، والى فرصة مقبلة ان شاء الله.